نرحب فيكم مشاهدينا ضمن حلقة مميزة من مع الطلبة اللي تتنافس في المدارس على كأس حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لنا ورعاه. طبعا اليوم هي الحلقة الأخيرة لنهائي ثانوية البنات، وأيضا نحب نرحب مع ضيوفنا. عندنا الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد، وأيضا مدير إدارة الأنشطة المدرسية مساعد العقاب. وأيضا نرحب فيكم طالباتنا اللي موجودين معانا في التصفيات أو في الحلقة الأخيرة لثانوي البنات. معانا ثانوية العصماء بنت الحارث، أنتوا من منطقة العاصمة، شلونكم؟ جاهزين للتنافس الكبير على المركز الأول الكاس إن شاء الله. ننتقل الآن لمنطقة الفروانية، معانا ثانوية حواء بنت يزيد، شلونكم؟ تمام. بشوف الحماس، جاهزين؟ جاهزين. نبتدي المسابقة إن شاء الله. نبتدي مع المرحلة الأولى وهي مرحلة صح أم خطأ. لكل فريق طبعا سؤال، إما يجاوب صح أو يختار خطأ، وطبعا تحصلون نقطتين، ولكن إذا كان إجابتكم خاطئة بيتم مجموعكم مثل ما هو لا يتغير. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي باليمين مع مدرسة العصماء ونقول بسم الله. يقول شوقي في وصف البحر: عاصف يرتمي وبحر يغير، أنا بالله منهما مستجير. نوع البيان في الشطر الأول من البيت السابق استعارة مكنية، صح أم خطأ؟ يلا يا بنات لا تنسون الوقت وفكروا، عندكم نقطتين. الإجابة هي خطأ. الإجابة خطأ. خطأ، نثبت على خطأ. أقول لكم الإجابة؟ إيه. ولا شاكم نتعرف عليكم من أول جديد ونضيع وقت. عارفين على نفسك، أنت اللي قاعدة بالبداية. جمانة ويد الربيع. جمانة. فرح الناصر. فرح. ريتشا الخلقاوي. ريتشا. دينا. شانكم؟ تمام. طبعا انتم احنا بدينا فيكم، خلاص اعطيتوني الاجابه واخترتوا الاختيار الثاني ثبتنا عليه، وهو طبعا اخترتوا خطا. سبيتشا اخترتي خطا، ليش؟ استعاره تصريحيه. استعاره تصريحيه، شلونش بالعربي؟ دينا. سبيتشا اختياركم الثاني هو الاختيار الخاطئ، والاجابه صح وليست خطأ، بالتالي تميتوا مثل ما أنتم. ننتقل لكم يا مدرسة حواء، جاهزين؟ فريقكم المنافس على المركز الأول اليوم ما أعطاني إجابة صحيحة، هل راح تعطوني إجابة صحيحة؟ شو؟ نتعرف عليكم بالبداية معاي؟ زين. رانيا. رانيا. بدير. مريم. مريم. جاهزين؟ إن شاء الله. والسؤال الموجه لكم يقول: الصيغة الكيميائية الصحيحة لهيدروكسيد البوتاسيوم هي K2O، صح أم خطأ؟ هذه صيغة كيميائية، فكروا عدل واخذوا الوقت الكافي. بدينكم نقطتين. إجابة خطأ. خطأ، نثبت على الإجابة الثانية خطأ. طبعاً ما شاء الله عليك، أنا قاعد أقول الصيغة جاوبتيهم، واثقين فيها؟ KOH. أعطتني رانيا KOH على طول بدون ما تقولي لا موافقينه. مبين عليكم شطار بالكيمياء، حافظين الصيغ. طبعا اجابتكم الاجابه الثانيه، وهذه الاجابه هي الاجابه الصحيحه. سقيتوا معانا نقطتين، مثل ما قلتي رانيا الصيغه هي KOH. انتقل لكم يا ثانوية العصماء، جاهزين؟ خذوا نقطتين. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الثاني موجه لكم: الكالوس كتل خلوية غير متميزة في الساق تتطور إلى نبتة كاملة في وسط معقم ومغذي، صح أم خطأ؟ ركزوا يا بنات، معاكم نقطتين، إذا جاوبت صح تعادلون مع الفريق المنافس. لا تنسون الوقت وركزة وعدل، انتو بداية المشوار معانا الحين. سبيتشا.
وانتهى الوقت يا ثانوية الأسماء، شنو الإجابة؟ خطأ. خطأ الإجابة، خطأ. ثبت على خطأ. ثبت عليها. عندكم إجابة حقها؟ احنا عارفين كرس بالإنسان يعني. كرس بالإنسان. انتم عندكم الإجابة. وهني مكتوب يتطور إلى نبتة كاملة في وسط معقم مغذي. طبعاً أعطيتوني الاختيار الثاني، لو كنتم مختارين الاختيار الأول كانت راح تكون إجابتكم صحيحة، وبالتالي للأسف إجابتكم خاطئة، راحت عليكم نقطتين. ننتقل للسؤال الموجه لكم، مستعدين سؤالكم الثاني. تقول الآية الكريمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعقد ملوما محسورا. نوع البيان في الآية الكريمة هل هو كناية؟ صح أم خطأ؟ الآية تقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صح أم خطأ؟ هل هو كناية؟ قاعد أشوف تتشاورون بصوت عالي. صح. شنو الإجابة توصلتوا لها؟ الإجابة صح. صح، ثبت على صح؟ نثبت على صح. كلكم متفقين على الإجابة؟ شو؟ كلكم شاطر بالعربي؟ لا، رانيا مو شاطر بالعربي، اعترفت. الاعتراف بالحق؟ طبعاً أعطيتوني الاختيار الأول، وانتوا بالصدارة مجموعكم نقطتين مقابل لا شيء. تصيرون أربعة ولا بتموت نقطتين؟ إن شاء الله. طبعاً إجابتكم هذه هي الإجابة الصحيحة، قرأتوا معانا النقطتين وصار مجموعكم أربع نقاط مقابل لا شيء. جاهزين لسؤالكم؟ جاهزين. الرابط الذي يجمع جزيئات الماء مع بعضها البعض رابطة تساهمية، صح أم خطأ؟ هل هي رابطة تساهمية؟ قاعد أشوف فيه تعارض بالآراء. الرابط الذي أو الرابط الذي يجمع جزيئات الماء مع بعضها البعض ورابطة تساهمية. لا تنسون الوقت. وانتهى الوقت يا ثانوية الأسماء، شنو الإجابة؟ يلا يا سبيتشا. الإجابة خطأ. خطأ. الإجابة خطأ ونثبت عليها. شنو الإجابة الصح؟ هيدروجينية. هيدروجينية. إذا شفت في من بين فريقك في إنه يبون إجابة صح. إيه. من اللي كان يبي صح؟ صوب اللي هناك. ثنتين اللي على يمينك صح. واللي على اليسار؟ خطأ. وأنت وين كنت؟ محايد. محايد. العنصر المحايد. عندك السالب والموجب والمحايد. طبعاً إجابتكم هي اللي راح تحدد إذا تأخذون نقطتين ولا لا. مجموع النقاط أربعة مقابل لا شيء. طبعاً اخترت الاختيار الثاني وعطتني ثبيتشا إجابة إنها رابطة هيدروجينية وليست تساهمية. ولكن لو كنت مختارة إجابة الموجب كانت راح تكون إجابتكم خاطئة، بالتالي إجابتكم صحيحة وخليتوا معانا النقطتين. السؤال الأخير موجه لكم يقول: ثاني أكسيد الكربون يستخدم لصنع السكريات البسيطة أثناء دورة كالفن، صح أم خطأ؟ ركزوا يا بنات. ثاني أكسيد الكربون يستخدم لصنع السكريات البسيطة أثناء دورة كالفن، صح أم خطأ؟ الإجابة صح. الإجابة صح، نثبت عليها؟ نثبت. هيا رانيا، شفت شو تقولين صح على طول؟ واثقة منها؟ شوية. في أحد كان عنده إجابة ثانية؟ طبعاً للأسف لو كان في أحد عنده إجابة ثانية كان يمكن تميتوا مثل ما أنت أو تزيد نقاطكم، صح؟ بس كلكم متفقين على الإجابة، كلكم اخترتوا الإجابة صحيحة وكلكم إجابتكم صحيحة. ف...
خليتوا معنا نقطتين وصار مجموعكم 6 نقاط مقابل نقطتين. طبعا يا ريت تختاروا الرقم لسؤال الجمهور لمدرسة الأسماء. رقم 7. يلا يا رقم 7 تفضلي عندنا. نتعرف عليك. عايشة فوزي. عايشة. فريقك عنده نقطتين والفريق المنافس 6 نقاط. هل بتزيدين نقطتين؟ إن شاء الله. أو عفوا نقطة. إن شاء الله. إن شاء الله. جاهزة للسؤال؟ أول جريدة يومية كويتية هي جريدة الأنباء، جريدة الرأي العام، جريدة الوطن، أم جريدة القبس؟ القبس. القبس. ثبت على القبس؟ ثبت. انثبت. تقرين جرايد ولا لا؟ لا. لا. بالبيت ما يقرون جرايد؟ بلا يقرون. ما تسمعينهم؟ ولا شيء؟ ولا شيء. شكلها القبس اللي تجيكم البيت. أتوقع. تتوقع مو متأكدة. طبعاً عايشة. للأسف جابتك خاطئة والإجابة الصحيحة أول جريدة يومية كويتية هي الرأي العام. شكراً وهارد لك. مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام المرحلة الأولى، نستكمل معاكم مرحلة ثانية ومرحلة اختار الإجابة الصحيحة فتابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا ونستكمل معاكم المرحلة الثانية ويختار الإجابة الصحيحة. طبعا عندنا مدرسة العصماء بمجموع نقطتين ومدرسة حواء مجموع 6 نقاط. شو شعوركم وانتوا بالصدارة؟ الحمد. استانسين؟ شو شعوركم وانتوا كنتوا بالصدارة في الحلقات السابقة ولكن الحمد لله. الحمد لله. للحين احنا في بداية المشوار، احنا في المرحلة الثانية، فشدوا الهمة. نبتدي معاكم المرحلة الثانية والسؤال. الرخام صخر. 1 متحول، 2 رسوبي، 3 ناري، 4 بركاني. هل الرخام صخر، متحول، ناري، رسوبي، بركاني؟ يلا يا جيولوجيا. لا تنسون الوقت. صخر متحول. صخر متحول. ثبت عليه. ثبت. شلونكم؟ شفت في وايد لويا وحكي. كانوا محتارين. هل كان في أحد عنده اختيار ثاني؟ أو محتارين مع إجابة ثانية؟ هم بنات علمي، إحنا ما أدري. هم محتارين؟ انت لا. لا. حلو. طبعا انت اخترت الاختيار الاول متحول. لو كنتم مختارين بركاني كانت راح تكون اجابتكم خاطئه. شلنا البركاني. عندنا 3 متحول، ناري، رسوبي. اي واحده نحذفها من 3؟ رسوبي. نحذف رسوبي. بقى عندنا 2 ناري أو متحول. نحذف الناري. نحذف الناري. حذفنا الناري وإجابتكم صحيحة، الإجابة متحول. خذيتوا معنا نقطتين. ننتقل لكم يا مدرسة الأسماء. الدولة التي دخلت الحرب العالمية الأولى عام 1917 بسبب مهاجمة الغواصات الألمانية لسفنها التجارية تسمى، هل هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، أم بريطانيا؟ من هي الدولة التي دخلت الحرب العالمية الأولى بسبب مهاجمة الغواصات الألمانية لسفنها التجارية؟ يلا شدوا حيلكم، عندكم أنتم مجموعكم نقطتين ومجموع الفرقة أو المدرسة المنافسة 8 نقاط، في فارق بينكم 6 نقاط تقريباً. 6 نقاط. وانتهى الوقت يا تمية الأسماء. ما هي الاختيار الأول؟ الاختيار الأول الولايات المتحدة الأمريكية. شاكم التاريخ؟ على طول. بيجا صارت الحين مو عنصر المحايد، صارت تعطيني إشارات. اخترت الإجابة الأولى، في أحد كان عنده اختيار ثاني لهذه الإجابة؟ لا. لا. الولايات المتحدة الأمريكية على طول. واثقة من إجابتك؟ لا.
طبعا عندكم نقطتين، اذا جاوبتوا صح تصيرون 4 نقاط ويقل الفارق الى 4 نقاط. تبونها 4 ولا تبونها 6؟ الله كريم الله كريم. سبيتها خلاص. طبعا اختياركم هو الاختيار الخاطئ اذا كنتوا اخترتوا بريطانيا، بس الولايات المتحدة الأمريكية هي الإجابة الصحيحة. خذيتوا معانا نقطتين وصلتوا 4 نقاط مقابل 8. شايفين سؤالكم؟ سؤال: الدولة التي وقعت إعلان بلنتر هل هي، أو عفوا الدول التي وقعت إعلان بلنتر هل هي النمسا وإيطاليا؟ إيطاليا وروسيا، النمسا وروسيا، أم بريطانيا وألمانيا؟ الدول التي وقعت إعلان بلنتر. أنتوا الحين بالصدارة، مجموعكم 8 نقاط. إذا جاوبتوا خطأ بتمون بالصدارة. شنو هي الإجابة الصحيحة يا ترى؟ لا تنسون الوقت. وانتهى الوقت. أعطوني الإجابة يا ثانويات حواء. الإجابة؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى النمسا وإيطاليا. شفتكم كلكم محتارين، آخر شيء قمت تقول ما لي شغل. اختاري الإجابة. الدول التي وقعت إعلان بلنتر اخترت النمسا وإيطاليا. انزين انا اقول لكم النمسا صح، فبالتالي عندنا اختيارين يمكن يكون صح، 1 او 3. 2 و4 راحوا، وانت اخترتوا الاختيار الاول. بس الاختيار الاول يمكن يكون صح ويمكن يكون خطا. النقطتين من نصيبكم لو كنتم جاوبين ومختارين الاختيار الثالث، فللأسف اختياركم خاطئ. الإجابة النمسا وروسيا. ننتقل لكم يا ثانوية الأسماء، جاهزين؟ السؤال يقول: الجرين صخر رسوبي فوتاتي أم رسوبي كيميائي متبخرات أم سيليسي؟ أي من الاختيارات الأربع هو الصحيح؟ مجموعكم 4 نقاط مقابل 8 نقاط. عندكم نقطتين، إذا جاوبت صح تصيرون 6 مقابل 8. فشدوا حيلكم. حلو بنات العلمي 3 قاعدين يتشاورون بالأدبي. لا تنسون الوقت يا بنات. وانتهى الوقت يا ثانوية الأسماء. شنو الإجابة؟ رقم 1. 1 رسوبي فتاتي. نثبت عليها. شوف زميلتك خذت انا ليش اخترتي 1 صح. شو كان اختيارك الثاني؟ اتوقع 4. 4 اللي هو سيليسي. عشان خاطرك راح احذف الثاني والثالث واخلي الاول والرابع. في احد كان عنده اختيار واحد من هذين الاثنين؟ متفق مع سبيتشا؟ لا، وكل واحد كان عنده جواب. كل واحد عنده جواب. أنا اخترت إجابتك وإجابة سبيتشا. يا تكونين أنت صح، يا تكون هي صح. عندكم نقطتين، إذا خذيتوا الإجابة بتصيرون 6 مقابل 8، فارق بينكم نقطتين. لكن إذا كانت خطأ بيتم الفارق بينكم 4. جاهزين؟ النقطتين من نصيبكم لأن اخترت الاختيار الأول، وبالتالي إجابتكم صحيحة. يعتبر الغرين صفر رسوبي فوتاتي. صار مجموعكم 6 نقاط مقابل 8. جاهزين؟ سؤال موجه لكم: مجموعة حل المتباينة مطلق سين ناقص 1 أصغر من مطلق سين ناقص 2 هي؟ الاختيار الأول سالب 1 سالب 1
الاختيار الثاني سالب واحد واثنين، الثالث سالب واحد وواحد ونص، الاختيار الرابع سالب واحد وثلاثة. ما هي مجموعة حل المتباينة؟ أنتوا بالصدارة، مجموعكم 8 نقاط مقابل 6 نقاط. بيدينكم نقطتين، إذا جاوبتوا صح تصيرون 10 نقاط مقابل 6 نقاط. فرق سوى عدل يا ثانوية حواء. يلا يا بنات لا تنسون الوقت. وصلتوا للحل؟ وانتهى الوقت، واعطوني الاجابه يا ثانويه حواء. الاجابه الاولى. ثبت على الاجابه الاولى. ثبتنا. شفتكم تحلون ما شاء الله عليكم، شفت ان في اراء، راح اريحكم وراح احذف اختيارين. راح نحذف سالب واحد وثلاثة، سالب واحد واثنين، فبالتالي عندنا سالب واحد وسالب واحد وواحد ونص. عندنا سالب واحد وواحد، بالتالي للأسف إجابتكم خاطئة. الإجابة الصحيحة هو سالب واحد وواحد ونص. مجموعكم 8 نقاط مقابل 6 نقاط. جاهزين؟ إذا جاوبتوا صح بيصير التعادل إن شاء الله. مجموعة حل المتباينة مطلق سين ناقص اثنان في سين هي، هل الاختيار الأول سالب واحد واحد، الاختيار الثاني سالب واحد واحد ونص، الاختيار الثالث سالب واحد واثنين ونص، الاختيار الرابع سالب واحد وسالب واحد. ما هي مجموعة حل المتباينة؟ انتوا الحين مجموعكم 6 نقاط، إذا جاوبتوا صح بتصيرون 8، بصير في عندنا تعادل مع المدرستين. ركزوا عدل، خذوا وقتكم. حل المتباينة. وانتهى الوقت يا مدرسة الأسماء، أعطوني الإجابة. الاختيار الأول. الاختيار الأول واحد، عفوا سالب واحد وواحد. شفتكم ما شاء الله عليكم كلكم حليتوا. من اللي طلعت للإجابة؟ أنت أقرب واحدة يمكن للإجابة. شنو طلعت لكم إجابات ثانية؟ لا أنا تأكدت وطلع نفس الجواب. تأكدت وطلع نفس الجواب. سالب واحد واحد، مو سالب واحد سالب واحد؟ فنشيلها لأننا يعني 3. طبعاً خذيتوا الوقت الكافي وحليتوا بما في الكفاية، وعطوا كان من الوقت أن تتأكدين بعد من الإجابة، واخترتوا الاختيار الأول. عندكم نقطتين، النقطتين هذه من نصيبكم، صار مجموعكم 8 نقاط مقابل 8 نقاط. الإجابة الصحيحة هو الاختيار الأول. صار في عندنا تعادل بين المدرستين. الآن ننتقل لسؤال الجمهور، فيا ريت تختاروا رقم لمدرسة حواء. رقم 3. تفضلي عندنا رقم 3. تفضلي. شوفي جمهورك، عفوا شوفي زميلاتك. يلا تفضلي عندنا. تعرف عليك؟ مريم. مريم جاهزة؟ أكيد. تعطينهم نقطة وتكسرين تعادل؟ إن شاء الله. والسؤال يا مريم، أصغر محافظات الكويت بالمساحة هي حولي، الأحمدي، الجهرة، مبارك الكبير. مبارك الكبير. مبارك الكبير. ثبت على مبارك الكبير؟ ثبت. شايف مع محافظات الكويت؟ رايحة مبارك كبير؟ شايفتها صغيرة؟ اختيارك للأسف هو الاختيار الخاطئ. أصغر محافظات الكويت بالمساحة هي حولي. شكرا وهارد لك. طبعا مشاهدينا وصلنا لختام المرحلة الثانية، بستكمل معاكم مرحلة دبلها وهي مرحلة ثالثة، فتابعونا.
نبتدي معاكم مرحلة ثالثة وهي مرحلة دبلها. لكل فريق محاولة واحدة في أنه يدبل مجموع نقاطه للسؤال، ولكن قبل لا يسمع السؤال فيصير من نقطتين لأربع نقاط. جاوبتوا صح خذيتوا الأربع نقاط، جاوبتوا خطأ يرتروح منكم الأربع نقاط، ولكن يتم مجموعكم مثل ما هو ما يتغير. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي الآن مع مدرسة العاصمة. هل بتدبلونها ولا لا؟ لا لا، لحين ما صار في عندكم شجاعة لآخر حلقة. الآن السؤال الأول اللي مجموعة نقطتين. في كرة الطائرة زمن الخطوات الفنية لوقفة الاستعداد هو توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي، صح أم خطأ؟ طبعا هذا في مجال البدنية، خلينا نشوف كم واحدة فيكم سمعت الأبلة في حصة البدنية. مجموعكم 8 نقاط، إذا جاوبتوا صح راح تصيرون 10 نقاط مقابل 8 نقاط. أنتوا في المرحلة ما قبل الأخيرة، فركزوا عدل. يلا يا بنات لا تنسون الوقت، أعطوني الإجابة يا مدرسة العاصمة. الإجابة خطأ. الإجابة خطأ. ثبت على خطأ. ثبت. نثبت. شلونكم مع البدنية؟ شلونكم مع كرة الطائرة؟ روح لتلعب كرة الطائرة؟ ولا أحدها. زميلتك إنزين ما تشجعين فريق مدرسة؟ طبعا السؤال هو في كرة الطائرة ثمن خطوات الفنية لوقفة الاستعداد هو توزيع ثقل الجسم على القدمين تساوي. أعطيتوني الإجابة الثانية وهي خطأ. وأنتم معاكم نقطتين، يعنيكم تصيرون 10، يا تهدون فرصة الفريق المنافس لنا أو يأخذ الصدارة هالمرة. إجابتكم لو كنتم دبلينها كان خسرتوا الأربع نقاط، فبالتالي إجابتكم خاطئة. الإجابة صح وليست خطأ. انتقل لكم يا مدرسة حواء، دبلون ولا لا؟ ندبل. الشجاعة موجودة في مدرسة حواء. السؤال: المسافة بين قمة وقاع تالي لها في الموجة يساوي الطول الموجي، صح أم خطأ؟ ركزوا عدل، دبلتوا سؤالكم من نقطتين مجموعة 4 نقاط. إذا جاوبتوا صح بتصيرون 12 نقطة مقابل 8. المسافة بين قمة وقاع تالي لها في الموجة يساوي الطول الموجي، صح أم خطأ؟ وانتهى الوقت يا ثانوية حواء، أعطوني الإجابة اللي توصلتوا لها. إجابة خطأ. خطأ، نثبت على خطأ. نثبت. 4 نقاط. صح وخطأ. يعني يا صح يا خطأ. وانتوا أعطيتوني الإجابة. مجموعكم 8، إذا جاوبتوا هذه الإجابة صح كانت راح تصير أو راح تصير 12، وإذا لا 8. ولكن الإجابة هذه هي الإجابة اللي يمكن تعطيكم 4 نقاط ويمكن ما تعطيكم 4 نقاط. ها رانيا، الطول موجب من قمة وقمة وقاع وقاع من قمة وقاع. هذا كلام رانيا، تتفقين معاها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً الأربع نقاط هي من نصيبكم، وبالتالي إجابتكم صحيحة. صار المجموع 12 مقابل 8. جاهزين؟ ندبل سؤالكم ولا لا؟ ندبل. والسؤال: سرعة انتشار الموجة يتوقف على مصدر الموجة، صح أم خطأ؟ سؤالكم عليه 4 نقاط. هل سرعة انتشار الموجة يتوقف على مصدر الموجة؟ فكروا بنات، عندكم 4 نقاط. جاوبتوا صح بتردون التعادل. في حوار بينكم قاعد يصير بين الطرف السالب الموجب والمحايد. وانتهى الوقت يا ثانوية الأسماء، أعطوني الإجابة. الإجابة خطأ، ونثبت على خطأ. ليش تقولينها وأنت هيك؟ 4 نقاط صح؟
يتعب الشيء. طبعا انتم ثبتوا على الاجابه خطأ. الثاني وعليها 4 نقاط، ولكن هذه 4 نقاط كانت راح تضيع اذا كنتم جاوبين على الاجابه الاولى، بالتالي اجابتكم صحيحه، خليتوا معنا 4 نقاط وصار في عندنا تعادل مستمر بين المدرستين. جاهزين لسؤالكم؟ يكون ارتفاع شبكة كرة الطائرة للرجال 1.5 متر، صح أم خطأ؟ ارتفاع شبكة كرة الطائرة للرجال هل هي 1.5 متر، صح أم خطأ؟ عندكم الحين نقطتين، خذيتوا فرصتكم دبلها، فمجموعكم إذا صح راح يصير 14. شنو الإجابة؟ إجابة خطأ. خطأ، ثبت على خطأ. عندكم إجابة صحيحة ولا لا؟ هم يدرون أكثر. أكثر من مترونوس. أكثر من مترونوس. كم ما تدرون؟ إجابتكم هذه هي اللي يتأخذون نقطتين وتصيرون 14، يتمون 12. ولكن الإجابة هذه هي الإجابة الصحيحة، خليتوا معنا نقطتين والإجابة 2.5 متر تقريبا. ننتقل الآن لسؤال مدرسة العصمة، طبعا تنافس كبير بينكم قوي، كنتوا في أقل مجموع وصرتوا الحين متعادلين معاهم إلا نقطتين الحين، إذا جاوبتوا صح بتصيرون 14 وتتمون تعادل، تنافس حلو كبير. جاهزين؟ السؤال: عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي من كبريتات النحاس، فإن جميع ما يلي يحدث ما عدا 1، يزداد تركيز كاتيونات الخارصين في المحلول، 2، يمكن الحصول على طاقة كهربائية، 3، تختزل كاتيونات النحاس إلى ذرات النحاس، 4، يبهت اللون الأزرق تدريجيا حتى يختفي كليا. أي من الاختيارات الأربع لا يحدث؟ جميع ما يلي يحدث طبعاً في السؤال ما عدا شيء واحد. ركزوا معكم نقطتين، إذا جاوبتوا صح بتتمون على التعادل مع مدرسة حواء. وانتهى الوقت يا ثانوية ثلاث، ما أعطوني الإجابة. يلا يا سبيج الإجابة، أي من الاختيارات الأربع؟ الاختيار الرابع. الرابع اللي ثاني مو متفقين شكلكم. شنو الإجابة الأخيرة؟ الرابعة. نثبتها الرابعة. إن شاء الله عليكم وايد طولتوا، خذتوا الوقت الكافي. فاهمين سؤال غلط. فاهمين سؤال غلط. شنو اللي فهمتوا بالسؤال؟ ما شنو اجيب الاجابه الصحيحه، اقول لهم ما عدا، يعني ما عدا في شيء واحد ما يصير. وانت اخترتوا 4، يبهت اللون الازرق تدريجيا حتى يختفي كليا. ليش كنتي معارضه لها؟ عشان كنت فاهمه السؤال غلط؟ ايه. والحين متاكده منه؟ بالتالي اجابتكم خاطئه، خسرتوا النقطتين. جاهزين لسؤالكم الاخير؟ في نصف الخلية القياسية فإن جميع ما يلي يحدث ما عدا 1، تبقى كتلة الشريحة ثابتة، 2، يزداد تركيز الأيونات الموجبة في المحلول، 3، يبقى تركيز الكاتيونات ثابتا في المحلول، 4، يعتبر نصف الخلية المفرد دائرة مفتوحة. اختار الإجابة الصحيحة. جميع ما يلي يحدث ما عدا، ركزوا يا بنات، انتوا لحين بالصدارة، إذا جاوبتوا صح بتصيرون أو بتتمون 14 وتصيرون 16 مقابل 12. يلا يا بنات لا تنسون الوقت. وانتهى الوقت يا ثانوية حواء، ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الثاني. الاختيار الثاني يزداد تركيز الأيونات الموجبة في المحلول.
فاهمين السؤال صح ولا غلط؟ في أحد عنده اختيار ثاني غير هالاختيار؟ لا. لا. تخافون أحذف؟ راح أحذف. راح أحط لكم السؤال أو الاختيار الأول واختياركم الثاني واختيار الرابع. حذفنا الثالث بس. بس أنتوا اخترتوا الثاني. لو كنتي مختارة شيء غير هالإجابة كان يمكن تكون خطأ يمكن تكون صح، ولكن اختياركم هو الاختيار الصحيح وخذيتوا معنا نقطتين الإجابة صحيحة. ننتقل الآن لسؤال الجمهور لفريق الأسماء، فياريت تختاروا لنا رقم 6. يلا يا 6. فريقك مجموعة 12 هم 16 صح، بتزيدينهم نقطة؟ إن شاء الله يستاهلون. إن شاء الله يستاهلون. يلا أنت مستانسة أحسك جواب صح. لا تخيبين الأمل حق فريقك. تعرف عليك؟ دانا الحميد. دانا، دانا السؤال، متى تأسست محافظة الفروانية؟ هل في عام 1986 1987 1988 ام 1989؟ فكري. عيد الاختيارات. انا متلخبطه بسنتين. من ومن؟ الاولى والثالثه. الاولى والثالثه 1986 و 1988 صح؟ خلاص نحذف الاشياء، واحده منهم صح. اختاري يا دانا. اختار اول واحده. أول واحدة أكيد 1986 أكيد؟ إن شاء الله. ما تغيري رأيك؟ ثابتة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً يا دانا كان ودي أقول لك إن إجابتك صحيحة، ولكن للأسف الاختيار هو الاختيار الثالث 1988. هارد لك. فمشاهدينا وصلنا الآن لمجموع نقاط 12 نقطة لصالح مدرسة الأسماء و16 نقطة صالح مدرسة حواء. مستمرين معاكم في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأسرع، فتابعونا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام المرحلة وعندنا مرحلة الأسرع. طبعا في هذه المرحلة معانا مدرسة الأسماء 12 نقطة ومدرسة حواء 16 نقطة. إذا جاوبتوا صح تأخذون نقطتين ويزيد مجموعكم، جاوبتوا خطأ قل مجموعكم نقطة واحدة. جاهزين؟ نبتدي بالسؤال الأول. الأوبسيديان هو أحد الصخور الذي نتجت صلب الصحارى الجرانيتية ككتلة لزجة، صح أم خطأ؟ نعم يا مدرسة الأسماء. أعطيني الإجابة. إجابة صح. الإجابة صح. أكيد ثبتنا عليها. طبعا نقطتين ولا سالب واحد؟ شن تبين؟ طبعا تبين أكيد نقطتين، ولكن كنتي راح تاخذين النقطتين اذا غيرتي ولا اذا ما غيرتي. انت اعطيتيني الاجابه الاولى، والاجابه الاولى هي اللي ما راح تنقصك نقطه، بالتالي خذيت النقطتين وصار مجموعكم 14 مقابل 16. السؤال الثاني. سعد بن معاذ هو من وحد قريش واسس دار الندوه، صح ام خطا؟ خطا. يلا يا مدرسة الأسماء. خطأ. خطأ. ثبت على خطأ. خطأ. إنزين إذا مو سعد بن معاذ من هو؟ أدري مو هو. يمكن يحالفك الحظ هالمرة يمكن لا. إن شاء الله يحالفك. نقطتين. صرتوا 14. يصيرين 13 يصيرين 16. بيصير في تعادل. الله كريم. الله كريم. طبعاً إجابتك هي الإجابة الخاطئة. إذا كنت مختارة الإجابة الأولى بالتالي إجابتك صح وخذيتي معانا النقطتين. طبعاً الإجابة ليست سعد بن معاذ بل هو قصي بن كلاب. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. الجيش الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة خطر الروم ونفذه الخليفة أبو بكر بقيادة أسامة بن زيد، صح أم خطأ؟ صح. نأخذ الإجابة؟ صح. الإجابة؟ صح.
ثبت على صح. متأكدين من إجابتكم؟ شوف. أكيد. 16 و16 يتصلون. 18 يتصلون. 15. ولكن مجموع نقاطكم كان راح يصير 15 إذا كنتم مختارين يا صح يا خطأ. ولكن إجابتكم هي الإجابة الصحيحة، بالتالي صار مجموع نقاطكم 18 مقابل 16. السؤال الرابع، أهم المحفزات التي تحدث أو التي تحدث الانزلاقات الأرضية هي الحرائق، صح أم خطأ؟ خطأ. أكيد خطأ. الجاذبية الأرضية والنباتات. نثبت على خطأ. مجموعكم توصل 18. مستعجلت وجهي تغطى، لكن للأسف إجابتك خاطئة والإجابة صح ليست خطأ. خسرت نقطة، صار مجموعكم 17 مقابل 16. السؤال الخامس، عدد التأكسد للكربون في المركب CH3COOH يساوي -4، صح أم خطأ؟ يلا يا منتدى حواء، الإجابة خطأ. ثبت على خطأ. عندكم إجابة صح حقها ولا لا؟ لا، بس عشان أنتوا الصدارة. متأكدين؟ طبعاً أنتوا أعطيتوني إجابة خطأ، إجابتكم هي الإجابة الصحيحة، ولا يساوي -4 ولكن يساوي 0، بالتالي رد مجموعكم 16 مقابل 16. السؤال السادس، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نوع المحسن البديع مقابله، صح أم خطأ؟ صح. هلا يا مدرسة؟ صح. الأسماء، الإجابة صح، ثبتي على صح. 16 بتصيرون 18 إذا كانت جوابتكم صح، بتصيرون 15 إذا خطأ، ولكن إجابتكم هي الإجابة الصحيحة، خذيتوا معانا نقطتين، صار مجموع عندكم 18 مقابل 16. رح نختار سؤال الجمهور، اختاروا لنا سؤال الجمهور أو رقم الجمهور لمدرسة حواء. رقم 4. تفضل، عندنا رقم 4. تعرف عليك؟ فاطمة صادق. فاطمة، إذا بتجاوبين صح راح تزيدينهم نقطة، يصير مجموع 20 مقابل 18. جاهزة؟ جاهزة. السؤال، المدة الإجبارية للتعليم في دولة الكويت هل هي 2، 4 سنوات، 8 سنوات، أم 10 سنين؟ 4. 4 سنوات. أكيد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً المدة الإجبارية للتعليم في دولة الكويت هي 8 سنوات وليست 4. Thank you very much. طبعاً مشاهدينا عندنا النتيجة، المدرسة اللي فازت معنا في على مستوى ثانوي البنات عندنا مدرسة حواء بمجموع 19 مقابل 18 نقطة لصالح مدرسة العصماء، فمبروك لكم يا بنات، وطبعاً hard luck لكم يا العصماء. شيء حلو أنكم وصلتوا إلى نهائي البرنامج، وهذا شيء كبير أن يعطيكم حافز أنكم تشاركون في الاثنين القادمة. وصلنا معكم مشاهدينا لتكريم الفائزات في المراكز الثلاث، لنرحب بكل من الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد، وأيضا مدير إدارة الأنشطة المدرسية مساعد العقاب لتكريم الفائزات. طبعا نبتدي بالمركز الثالث من منطقة الأحمدي، مدرسة أنيسة. طبعا عندنا مدرسة أنيسة هي المركز الثالث في هذه المسابقة، طبعا ما شاء الله عليهم بنات شدوا حيلهم معانا وكافي وجودهم في هذا المركز معانا اليوم. تفضلوا هني للتصوير. طبعا معانا الحين بنات أنيسة للمركز الثالث.
وأيضا نبتدي بالمركز الثاني مع مدرسة العصماء، مدرسة من منطقة الأحمد العاصمة التعليمية. طبعا معنا المركز الثاني مدرسة العصماء بعد ما كانت منافسة شديدة جدا وقوية بينهم وبين مدرسة المركز الأول. طبعا ونبتدي الآن مع المركز الأول في مسابقة مع الطلبة والذين حصلوا على كأس حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لنا ورعاه. معنا مدرسة حواء من محافظة الفروانية التعليمية. طبعا مبروك الفوز لمدرسة حواء. طبعا مشاهدينا سوف نرى ايضا المتسابقات في حلقة السوبر للتنافس مع منافسة مع ثانوي البنين في الحلقات القادمة. طبعا نشكر لكم جميعا المتابعة ونلتقي معكم في حلقة السوبر.